ادي الدولارات في ايدك والعقد اهو امسك. بس معلش بقى انا اسفه جدا، انا مش هقدر افرط في الحاجات دي ابدا غير لما جوزي يرجع. حقك حقك يا ست الناس يا ملكه الاحساس، اقعدي وتفرجي. دلوقتي هنطهر جوزك. ايه؟ ايه هنطهر جوزك. شريك يا شريك شريك. ايه ده؟ مين ده؟ ده ايه؟ انت ده ايه؟ مين ده؟ تعالى يا معلم موسى. انت مين يا جدعان؟ اقعد عشان نتكلم مع بعض. انت عاوز تجلسني بقى وتقعد معايا؟ لا يا حبيبي، قول لي انت مين وجاي هنا تعمل ايه؟ انا روحي في مناخيري. ده الشيخ ايمن جاي يا حبيبي عشان يرجعنا لبعض. وانا طلقتك عشان ارجعك؟ لا يا حبيبي، عشان نرجع حلمين زي الاول. ده دجال نصاب بتاع شمورش. لا يا حبيبي انا مش كورك. استعيذ بالله من الشيطان واقعد كده. طيب خليك قاعد، انا هتصل بالبوليس واخليهم لا مؤاخذه يخرجوك من هنا على هناك. ايه اخبار جنوب السد؟ ايه قفلت التليفون ليه يا معلم؟ مين جنوب السد ده؟ اساليه ولا تسالك عن يمين السد؟ سد ايه الجدع ده بيخرف؟ شكلنا كده هنوصل لحيطه سد. جوزك على علاقه بواحده اسمها جنوب السد. ايه ازاي؟ ده بيبات كل يوم في البيت، هيلحق يروح أسوان ويرجع إمتى؟ أسوان؟ أسوان إيه يا ستة طيبة؟ جنوب السد ده اسم واحدة إفريقية. لا شفتي؟ شفتي زي ما قلت لك دلوقتي إن هو بيخرف. أقعد يا معلم عشان نتفهم. أقعد. أديني قعدت. هدوا الأنوار باسم الطاقة المقدرة والأشجار المثمرة. باسمي أنا أيمن ابن أشرف. وكر وانا في كامل قواي العقليه. ايه ده؟ ده هيعمل توكيل. ان الراجل ده في حياته ليا. ادخلي يا جنوب السد. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الارواح شكلها ما انصرفتش يا شيخ ايمن. ما تخافيش، انت في حضرتي. انا مش خايفه، بس هي دي اللي بيخوني معاها. بتناديني تاني ليه؟ هو انت صدقت انها بني ادمه؟ امال دي ايه؟ عملك الاسود، روح شريره موجوده جواك عشان تبوظ لك حياتك. دي روح؟ عشان كده ما كانتش مخلياك تلمسها. هو في انسيه اسمها جنوب السد، ده اسم المكان اللي مدفون فيه العمل. ليه قلت له؟ كنت عايزه اخده معايا جنوب السد. لا انا مش عاوز اروح معاكي في اي حته. اتصرفي، اخرجي من عينيه. لا عينيا ده ايه؟ ده نعمه. طيب اخرجي من فتحه. فتحه ايه يا جدعان؟ الله، بقول لك ايه، هي تخرج عادي زي ما دخلت في حياتي تخرج منها. ما ينفعش، الطريق بعيد لجنوب السد. نعم يا اخويا، يعني عايز اجيب لها عربيه عشان اوصلها؟ لا يا اخويا، انا خلاص طبت الى الله ومش هلعب بديني، واحب مراتي وبيتي وكل حاجه، بس خرجها من هنا باي طريقه. الله اكبر الله اكبر. خلاص وصلنا لمراد، انصرفي في الحال، انصرفي حيثما شئتي اينما جئتي ريثما زرتي. مع السلامة يا سيدي. ايه ده؟ الله ارتفع، الله ارتفع. والله والله النور، أنا جيت أنت متلبشة. حاضر متلبشة. حاضر متلبشة. هي النور جه، النور جه، النور جه. احنا سلام، احنا سلام. الحمد لله يا حبيبي ان انت رجعت لبيتك ومراتك، بس انا دفعت فلوس كتير قوي عشان نرجع لبعض. دفعت ايه وليه؟ ال 100,000 دولار اللي في البنك والعقد الالماس. يا ولاد النصابه.